بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل اليوم بعون الله سبحانه وتعالى الكلام عن الرحيق المختوم وسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رحلة السيرة بعطر الرحيق المختوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في المرة الأخيرة بعدما أعلنت قريش المقاطعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت قريش في تطبيق وأخذ خطوات جريئة في تدشين هذا الميثاق الظالم وقطع التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أتباعه ومع من دخل معه في هذا الحلف. لكن المقاطعة بدأت قريش تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاتصال بيهود، فسلاح الحصار والمقاطعة هذه الأسلحة أسلحة ليهود قديمة. ويلحظ يعني الإنسان قبل ما قريش تأخذ هذا الخيار كان هناك اتصال بيهود يستفتوه في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا اسألوه عن ثلاثة أمور: اسألوه عن فتية ذهبوا في أبد الدهر، وعن ملك طاف الدنيا، واسألوه عن الروح. فلما عادوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم بعد فترة، يبدو والله أعلم أن بدأت هناك علاقة قوية بين قريش وبين يهود. فبعد ذلك اتخذت يهود التواصل مع قريش، واتخذت قريش هذا السلاح سلاح المقاطعة بعدما بدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم يزداد يوما بعد يوم. زادت التضييقات، زاد التضييق والأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ بني هاشم وبني طالب وبدأوا يتعاهدون على حماية النبي صلى الله عليه وسلم. أما قريش فاجتمعوا في خيف بني كنانة وأبرموا ميثاق، هذا الميثاق بنوده ألا يناكحوا أحد من قريش من بني هاشم، ولا يبايعوهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يأكلون معهم. وكان عندهم شرط واحد، الشرط أن يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم لتقتله قريش، شرط واحد حتى نترك وحتى نبايعكم ويكون بيننا وبينكم تعاون في أي شيء. وكتبوا ميثاق وعلقوه في الكعبة، ودخل عبد المطلب ودخل أبو طالب ودخلت قريش في المقاطعة، وأبو طالب دخل هو وبنيه وبني هاشم في الشعب، وأصبح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم، الأمر يزداد سوء يوم بعد يوم.
ووقع الصحابة في شدة وفي ضيق وفي كرب، وكانت فتنة شديدة كادت أن تعصف بالأرواح وتحصدها حصدا شدة. لكن هذه الصعوبات لما واجهن أصحاب النبي بالإصرار وبالبذل والتضحية. وهنا نقول صعوبات الأمس ثمن انتصارات اليوم. صعوبات الأمس هي ثمن لانتصارات الصحابة بعد ذلك، وصعوبات اليوم والشدة اليوم هي ثمن لانتصارات الغد. الشدة والكرب والحصار هذه أسلحة استخدمها الباطل، لكن أهل الحق لابد أن يواجهوا خطط الباطل بروح التحدي والإصرار والأمل. دخل الصحابة شعب أبي طالب، وامتد الحصار في شعب بني طالب 3 سنين، يعني أمر صعب جدا، لدرجة أن كان الرجل يسمع أنين الصبية والنساء يتضاغون جوعا من بعيد. وأصبح الأمر شديد لدرجة أن من كان في الشعب أكلوا أوراق الشجر. وكان الرجل يذهب للخلاء فإذا سمع صوت يأخذه، سمع صوت جلد ميت أو ما شابه ذلك أو عظم، كان يأخذه ويأكله بعد ذلك. كان أمر شديد على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأصبح الأمر لا يطاق. وكان صحابة رسول الله ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجون من الشعب إلا في الأشهر الحرم، لأن قريش كانت تعظم الأشهر الحرم، فإذا أتت الأشهر الحرم كانوا يخرجون ليشتروا الطعام ويشتروا ما يبتغون. إلا أن كانت قريش إذا رأت رجل من أصحاب رسول الله يشتري شيئا تزيد عليه حتى لا يطيق الشراء، حصار بمعنى الكلمة. حكيم بن حزام أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، كان في بعض الأحيان يحمل الغلال إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت خديجة عمت حكيم بن حزام كما هو معروف. وفي مرة رآه أبو جهل فأراد أن يمنعه، وكادوا أن يدخلوا في شجار، فأتى أبو البختري ومكن حكيم بن حزام من أن يدخل القمح لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. ازداد الأمر سوءا في الشعب يوما بعد يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقاوم بإصرار. ممكن واحد يقول أو يسأل الآن، يقول لماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالمصالح والمفاسد؟ صح؟ المصالح والمفاسد. قريش ماذا تريد؟ تريد قتل النبي، صح؟ هنا المصالح والمفاسد لا، ده هو يريد قتل الدعوة. ولا يصح لأهل الإسلام أن يقدموا واحد منهم لأهل الباطل يريدون قتله مهما كان. فهنا المصالح والمفاسد قياسها ممتنع في هذا الوقت. لكن لو أنهم قالوا لرسول الله ارحل واترك البلاد لفعل صلى الله عليه وسلم. فقياس المصالح والمفاسد الذي يقيس المصلحة والمفسدة لابد أن يكون عالم بالشرع
وبقواعد الشرع وبأصل الرسالة. لأن البعض اليوم أي إنسان يتكلف المصالح والمفاسد، لا، هذا الأمر للعلماء. النبي صلى الله عليه وسلم بقي صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنين، في شدة وفي كرب وفي ضيق. وهنا نقول قد يقع أهل الحق في شدة وفي كرب وفي أزمة وفي فتنة، لكن لابد أن نفرق، هل الأزمات التي يقع فيها أهل الحق هي بسبب تمسكهم بالحق أم سوء تقدير وتصرف خطأ؟ في فرق. ممكن الإنسان يقع في الكرب والأزمة بسبب سوء تصرف وبسبب سوء تقدير لعواقب الأمور، وليس كل أزمة يقع فيها أهل الحق تكون بسبب تمسكهم بالحق، فقد يكون سبب الأزمة بسبب قرارات خاطئة في وقت خاطئ فتقع الكارثة. مهم جدا، لأن البعض أي أزمة يقول أصل بسبب أنا تمسكت بالحق، لا، والحق يقاس بسلامة المنهج، سلامة المنهج والالتزام به، وليس كل مدعي مصيب وكل يدعي وصلا بليلى. هناك فرق بين أن يكون السبب التمسك بالحق والرسالة، وبين أن يكون السبب سوء تقدير وسوء تصرف، وأظن الأمر واضح في واقعنا الآن. هل ما يحدث لنا بسبب بأننا تمسكنا بالحق أم بسبب سوء تصرف وطيش وما شابه ذلك؟ صاحب القضية لا يمتنع عن الحق مهما كانت التحديات والأعقبات والأزمات. وهذه نهديها لبعض الشباب اليوم، حينما يرى أن التحديات كبيرة يقول أنا نفسيتي تعبانة وأنا لا أطيق وأصل الموضوع صعب. طب الحل، هل الحل الانزواء أم الحل الصمود أمام هذه التحديات؟ العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الشعب ويدعو الناس في مواسم الحج رغم العناء والشدة والكرب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بكل إصرار يدعو لقضيته صلى الله عليه وسلم. فصاحب القضية لا يمنعه كثرة التحديات ولا العقبات، لكن قد يغير الوسائل والطرق حسب الواقع والظروف المؤاتية. صاحب الحق لا يترك ما يدعو إليه من حق، لكن قد يغير الوسيلة، يغير الطريقة، لكن المضمون والاعتقاد لا يساوم، فلا للمساومة على المبادئ ولا على الاعتقاد، لكن قد يكون المساومة والتنازل على بعض الوسائل، بعض المساحات. هذا أمر معروف، ومن تأمل سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتاريخ الإسلامي يجد في ذلك الكثير والبغية، غير أن الهوى ومن اتبع الهوى هوى. أو والله هوى، ما يحدث في بلادنا اليوم بسبب الهوى وترك الحق. يا داود إنا جعلناك خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابة صبروا وصمدوا في الشعب
بعد 3 أعوام وفي شهر محرم قام بعض الناس من قريش ورأوا أن هذه الصحيفة فيها من الجور والظلم والتعدي. يا إخوة، ممكن يكون أصحاب الباطل يتفاوتون في بغض الحق، مش كل أهل الباطل على قلب رجل واحد، ولا كلهم يبغض الحق بسبب أنه كافر بالحق. قد يبغض الحق لعصبة ولشهوة، ممكن يبغض الحق بسبب تصرف البعض. ممكن واحد يأخذ موقف من الدعوة بسبب فرد واحد، صح؟ موقف واحد يأخذ موقف من كل الملتزمين بسبب تصرف شخصي من فرد. فهم ليسوا سواء أو مجتمعين. يعني الشاهد، قام هشام بن عمرو وكان هشام بن عمرو يدخل الشعب في بعض الأحيان مستخفيا ليلا ويعطي الطعام لصحابة رسول الله. رجل شهم، مروءة وشهامة، ويرفض هذا التصرف من قريش، وهو من أهل، وهو على الباطل وهو كافر، يرى أن هذا التصرف يتنافى مع مروءة العربي ومع شهامة العربي يتنافى. فكان هشام بن عمرو يرسل الطعام أو يدخل الطعام ليلا للشعب، وفي يوم ذهب إلى زهير بن أبي أمية المخزومي وقال له: هشام اختار شخصيات معينة. لماذا اختار زهير؟ لأن زهير أمه عاتكة بنت عبد المطلب، يعني هناك صلة قرابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبو طالب. فقال له: أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب وإخوالك من بني وإخوالك كما تعلم؟ فقال: ويحك، فماذا أصنع وأنا رجل واحد؟ أما والله لو كان معي رجل آخر لقمت على فضها، فض هذا الميثاق. فقال له: إنك قد وجدت رجل آخر. قال: ومن هو؟ قال: أنا. فقال: أبغيني ثالث، هات لنا واحد ثالث. فانطلق هشام إلى المطعم ابن عدي، فذكره بما يحدث لبني هاشم وبني المطلب، ولامه على موافقة قريش. فقال المطعم: ويحك، ماذا أصنع وأنا رجل واحد؟ قال: وجدت لك ثاني. قال: ومن هو؟ قال: أنا. قال: فابتغينا ثالث. قال: وجدته، زهير ابن أبي أمية. فقال: أبغينا رابع. لا، عاوزين واحد رابع. فذهب هشام إلى أبي البختري ابن هشام وحدثه كما حدث المطعم، فقال: أبغينا ثاني. فقال: أنا. قال: ثالث. قال: زهير. قال: رابع. قال المطعم. قال: خامس. قال: أفعل. فذهب إلى زمعة ابن الأسود وكلمه وحدثه في ذلك، فقال: ماذا أفعل وأنا بمفردي؟ فحكى معه وقال: أبغينا واحد. فقال: موجود، حتى وصل إلى العدد إلى 5. فكانوا 5، فاجتمعوا عند الحجون، المقبرة اللي دفنت فيها خديجة رضي الله عنها وأرضاها. اجتمعوا هنالك وتعاقدوا على القيام بنقض الصحيفة.
وقال زهير: أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. هذه طريقة 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 لزحزحة أهل الباطل يعني، وهم على الباطل كانوا، لكن هم يريدون مناصرة المظلوم. الدعوة الفردية صح؟ تستطيع أن تكسر بها جدران، بل وقلوب عليها أكنة. الدعوة الفردية، هشام أبت المروءة عند هشام بن عمرو إلا أن يناصر هؤلاء، فبدأ يتحرك 1 2 3 4 5، ثم اجتمعوا ثم انطلقوا. وإحنا كدعوة عندنا من أهداف الدعوة السلفية إيجاد المسلم الحقيقي، وبعد ذلك إيجاد الطائفة المؤمنة، لا مش المجتمع، الطائفة المؤمنة، إيجاد الطائفة المؤمنة. يعني أي مكان يكون فيه واحد بيتحرك يبحث عن ثاني عن ثالث عن رابع، ثم يجتمعوا ثم يقيموا أمر الدعوة. أمر يسير جدا، الأمر لا يحتاج كثرة قيل ولا قال. إذا وجدت الهمة والإرادة وتخلص المجتمع من الشرور، اجتمعوا وقرروا على نقض الصحيفة. لاحظ ان في الوجه الاخر من؟ ابو جهل وابو لهب وعتبة وشيبة وربيعة وابو سفيان بن حرب، يعني اناس صناديد، يعني الواحد منهم رجل، يعني الوليد بن المغيرة النبي أنزل في الوليد بن المغيرة 14 آية يتحدث عن الرجل، تحدث عن تفكيره. إن الله عز وجل يقول: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. لا، ده كفار قريش كان عندهم من الذكاء والحيطة والقوة والمنعة تجعل أي إنسان ممكن ينهزم نفسيا أمامهم يعني. لكن الإيمان بالقضية، الإيمان بالقضية والإيمان بالرسالة يجعل هؤلاء يتصغرون. فالمهم يعني، فبدأ فقال زهير: أنا أتحدث. فلما اجتمعوا في الصباح غدوا إلى أنديتهم، ودخل كل واحد فيهم في مكان متفرق، هذا في مكان وذا في مكان وهذا في مكان. فأتى زهير وطاف بالبيت سبعا، ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب؟ شوف الحديث العاطفي ليجمع القلوب، يعني أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يباعون ولا يشترون، لا نبيع لا نتبايع معهم ولا نشتري معهم، والله لا أقعد. ما شاء الله، حتى لو كان الرجل كافر، الرجل عنده كلمة يحلف، قال: والله لا أقعد حتى تشق هذه القطيعة الصحيفة القاطعة الظالمة، أقسم لا أقعد حتى تشق. فقال له أبو جهل وكان في ناحية المسجد: كذبت، والله لا تشق. أبو جهل بالمرصاد لكل، معلش، أبو جهل عنده هم في الباطل لكن عنده هم. احنا محتاجين اليوم واحد يكون عنده هم زي هم عمر بن الخطاب. أبو جهل عنده هم، أي لحظة أي همسة يقف لها، لأن رجل صاحب قضية أبو جهل، عليه من الله ما يستحق، فرعون هذه الأمة. فقال له: كذبت، والله لا تشق. فقال زمعة: أنت والله أكذب، ما رضينا بها حينما كتبت. قال أبو المختري من مكان آخر: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها
ولا نقر بها. قال المطعم بن عدي: صدقت وكذب، وصدقت صدقتم وكذب من قال غير ذلك، نبرأ إلى الله منها ومما كتبها ومما كتب فيها. وقال هشام المحرك، قال هشام ابن عمر: وكلام نحو ذلك. أبو لهب، أبو جهل ذكي، لكن هناك ذكاء لا يهدي للخير ويستخدم في الباطل، وأبا جهل مثال صريح. فقال أبا جهل: هذا أمر قضي بليل وتشور فيه في غير هذا المكان. لا لا لا، الأمر هذا الأمر قضي بليل وحدث في مشورة في غير هذا المكان. ذكاء، لكن ذكاء لا يهدي لخير. عارفين ليه؟ لأن أي ذكاء بعيد عن القواعد الشرعية شرع، وقواعد أصبح اليوم ما فيش قواعد شرعية في المسألة، أصبحت المسألة عاطفة فقط وتركنا القواعد الشرعية. أبا جهل ذكي، قال: هذا الأمر قضي بليل وأنتم تشاورتم فيه في غير هذا المكان، وأبو طالب جالس في ناحية المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره أن الوحي أخبره أن الصحيفة تآكلت ولم يبق منها إلا باسمك اللهم. فقام الشيخ الكبير وقال لهم، وقام أحد هؤلاء وقيل المطعم، ودخل ينظر في الصحيفة، وقال أبو طالب: لو كان ابن أخي صادق فيما يقول نرفع المقاطعة، وإن كان كاذب أسلمته إليكم. فقالوا: أنصفت يا أبا طالب، أنصفت. فلما دخلوا فإذا الصحيفة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فنقضت الصحيفة، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من الشعب ومعه الأصحاب، وقد رأى المشركون آية عظيمة من آيات النبوة، لكن كان أهل قريش كلما يرون آية يعرضون أكثر ويصدون عن سبيل الله. ومن لم يتغير بالإيمان وبالتصديق فالمعجزات تؤول عنده ولا تغيره. معجزات تؤول ساحر كذاب وقعت هكذا، لكن أبا طالب لما قال لهم، فقالت قريش هكذا، فوجدوا الصحيفة فانفض الميثاق، وعاد بنو هاشم وبني عبد المطلب وعاد صحابة رسول الله، وخرجوا من الشعب بعد 3 سنين. هذا المقطع 3 سنين في الشعب أكيد فيها فوائد، صح؟ أثبتت الأحداث أن عظم صف المؤمنين لم يتأثر بهذه الفتنة. صف المؤمن، الطائفة يا إخوة، القضية قضية تربية. والله الشخصية اللي بتتربى، الشخصية بتتربى تربية، يكون في بناء متكامل، بناء وعطاء وإخاء، مثلث متساوي الأضلاع، بناء وإخاء وعطاء، علم وعمل ودعوة. هذه الشخصيات تصمد في وجه الفتن، ومن انتكس من انتكس في وجه الفتن إلا بسبب تقصيره في شيء. أثبتت الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بذل مع الصحابة مجهود
وبورك فيه من الله عز وجل. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قوة الانضباط. مش كان ممكن واحد من صحابة رسول الله يفكر تفكير طائش في قتل أبا جهل؟ ممكن ولا لا؟ لاحظ أن من كان في الشعب؟ حمزة في الشعب، وعمر بن الخطاب في الشعب، وسعد في الشعب. مش كان ممكن واحد فيهم يفكر تفكير في اغتيال أبا جهل؟ صح؟ والموضوع ينتهي، لأن البعض يظن أن التغيير يكون بتغيير سلطة ثم نمسك نحن الصوت ونسوق الناس. هذا كلام ضرب من ضروب الخيال. لا، المهم يعني الشيخ أحمد فريد يقول: لماذا صبروا الصحابة؟ ليه الصحابة صبروا في الشعب؟ الشيخ يقول لي أربع أمور. الأمر الأول قوة الإيمان. قوة الإيمان، فكيف إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب؟ يبقى الأمر الأول قوة الإيمان والتصديق. الأمر الثاني وجود قيادة مؤمنة واعية تتصف بالفضائل وبعيدة عن القصور والرذائل، وبعيدة عن سوء التقدير. بعيدة عن سوء التقدير، قيادة مؤمنة، قيادة مؤمنة. أنا كلام الشيخ أحمد فريد أنا أقوله بالمعنى مش بالنص. ثلاثة، قال الشعور بالمسؤولية. الصحابة استشعروا بالمسؤولية، استشعار بالمسؤولية. الشعور بالمسؤولية أمر يجعل الإنسان يقف ويصمت. فإذا ضعف الشعور بالمسؤولية تخلف، تخلف، وبعد الشعور بالمسؤولية تضيع الأوقات وعدم السعي وعدم البذل. لكن الصحابة الشعور بالمسؤولية وحجم التحدي أمام الصحابة. الأمر الثالث الرابع القرآن وأثره، وكيف كان القرآن يبشرهم بالتمكين والنصر. شريطة أن نصبر والثبات، صبر وثبات. الصحابة الصدق في القرآن، لأن القرآن بشرهم، فكانوا يصبرون في ثبات عجيب رضي الله عنهم وأرضاهم. والعجيب لم يرتد واحد من صحابة رسول الله في الشعب، لم يرتد واحد، بل النفاق لم يظهر في مكة. النفاق ظهر في المدينة، ما ظهر النفاق في مكة. والأعجب من ذلك أن كفار أن بني هاشم وبني عبد المطلب لم يخرج منهم أحد واحد من الشعب، كلهم صمدوا في الشعب حمية وعصبية لبني هاشم. عشان تعرف لما تسمع بقى حضرتك، تسمع أن مصعب بن عمير، تسمع أن مصعب يمر يوم بدر وهو يقول لأحد المسلمين وقد وقع في الأسر أخوه: أشدد عليه، إن أمه صاحبة مال. يقول على من؟ أخوه من النسب. العصبية كانت قوية جدا، لكن الصحابة استطاعوا أن يتخلوا عن العصبية. وأكثر شيء والحائط السميك أمام الدعوة العصبية، والعصبية خاصة القبلية، يعني حائط سد. هذا الحائط لو استطاع الأفراد أن يتجاوزوه يكتب الخير والصلاح. العصبية للقبيلة وللعائلة هذه الصورة الصعبة من صور التعصب. فالصحابة يعني تخيل أن كفار قريش لم يخرج منهم واحد، بل كان أبو طالب، أبو طالب في الشعب يذهب لرسول الله. النبي في أول الليل ينام في فراشه، فكان يذهب إليه ويأخذه، وكان يأمر أحد أبنائه أو بني عمومته ينام مكان رسول الله. تخيل أنت، يعني ينام مكان النبي.
حتى لا يصل الأذى لرسول الله. الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم ارتبطوا قيادة حكيمة، شعور بالمسؤولية، القرآن وأثره في النفوس المؤمنة. خرج الصحابة من الشعب، يقول مبارك فوري: آخر وفد أرسلته قريش إلى أبو طالب، آخر وفد. هذا الوفد بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب وجعل يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم على شاكلته، خرج من الشعب كمل العمل، وقريش كانت تصد وتقاطع وتعاند. قريش في غيها وفي صدها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل صلى الله عليه وسلم. أهل الباطل كان عندهم إصرار، وكان النبي يواجه إصرار قريش بإصرار وبإيمان. الباطل عنده إصرار والحق عنده إصرار. إذن يجب على أهل الحق والشباب أن لا يقول أنا تعبان نفسيا، يعني لازم الإصرار يقابل بإصرار، الإصرار يقابل بإصرار، وروح التحدي والمقاومة مهما كانت وفق ضوابط الشرع. يعني المهم، قريش تصدت لرسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب لم يزل يحط النبي، لكن كان أبو طالب قد بلغ 80، فوق 80 سنة. فلما خرج من الشعب أيام معدودة أو شهر أو أشهر حتى لحقه المرض واشتد به. أصيب أبو طالب بمرض، رجل فوق 80، وقعد وبدأ المرض يشتد به، وخاف المشركون سوء سمعتهم عند العرب أن يقتلوا النبي بعد موت من؟ عمه، أو ينالوه بالأذى أكثر، حتى لا تقول العرب بعدما مات عمه فعلتم به كذا وكذا. ذهبت قريش تشكو مرة ثانية، وفي وفد أخير إلى أبو طالب، قريش عندها قلق وخوف، لأن قريش كانت ترى أن الصراع مع رسول الله صراع وجود وصراع زعامة وسلطة. قريش ترى هكذا. فرأت قريش بعد إسلام عمر وحمزة وقد فشى أمر رسول الله في القبائل واستقر الإسلام في الحبشة، وفشى أمر الإسلام في القبائل العربية، بدأت قريش تقلق أكثر، وبدأت في هذه المرة تأتي بشروط جديدة في الصلح، صلح جديد. فلما ذهبوا إليه وأخذوا أشراف قريش، وكانوا 20 رجل من كفار قريش، عتبة وشيبة، أبو جهل، أبو لهب، أمية بن خلف، سفيان بن حرب، كل هؤلاء ذهبوا لمقابلة الشيخ الكبير. فلما جلسوا بين يديه فقالوا له: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، أنت منا حيث قد علمت، وقد حذرك ما ترى الموت يعني، ونتخوف عليك، وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فدعوه فخذ لنا منه فخذ له منا وخذ لنا منه، يعني اشترط علينا وعليه، ليكف عنا ونكف عنه، وليدع ديننا وندع دينه. أبو طالب شاف إن الكلام ده كويس والله،
يعني انت خذ على ابن اخيك شروط ومواثيق وخذ علينا، وهو يدعنا، يدع ديننا ودعوته، ويدع تسفيه آلهتنا ونحن ندعه وأمره. لدى قريش بدأت ايه؟ بدأت قريش تلين. طيب ليه قريش لانت؟ بسبب. طيب لو كان واحد من الصحابة يقول نفسيتنا تعبت بقى وكفاية كده، اللي دخلنا احنا في السياسة واحنا مالنا مال قريش، كان ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ لكن الصحابة إصرار إصرار يعني، روح تحدي. المهم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه فأتى فقال: يا ابن أخي، هؤلاء أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك، يعطوك ويأخذوا منك. ثم أخبره بالذي قالوا. طب هو ليه النبي ما رضاش؟ ليه النبي ما رضاش؟ ها؟ طب ليه النبي ما رضاش هنا وراد صلى الله عليه وسلم في الحديبية؟ قول يا شيخ. ايوه، ده عقيدة هذه. فيش كريسماس. كريسماس لا. أبدا يعني، مش اسمه كريسماس. ولا وضع سياسي ولا وضع اقتصادي، مفيش كريسماس. فحش. طب موضوع سياسي ونعديها؟ لا، فيش. للأسف بعض الناس اليوم، للأسف الاعتقاد ما بيدخلش في التقييم السياسي. فقال لهم النبي: ده مكسب صح، ده قريش بتقول خذ علينا عهد وناخذ عليك عهد، عهد وعهد، مكسب صح. لكن النبي قال: لا أبدا. فقال لهم النبي بعدما عرضوا عليه، فقال لهم صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، أنا عاوز كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم العرب. فقال أبو جهل: ما هي؟ وأبيك لنعطينك عشرة ومثلها. حلف يعني، حلف بغير الله يا أبو جهل. قالوا: لا. قال: عشرة وأبيك. فقال له صلى الله عليه وسلم: تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه. ماذا فعلوا؟ فصفقوا بأيديهم وقالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن أمرك عجيب. صفقوا ورفضوا. فقال الرسول: قولوا لا إله إلا الله. فأبوا ورفضوا. والبعض منهم قام وقال: قوموا عن هذا الرجل فوالله لا يعطيكم شيئا، وامضوا إلى دين آبائكم حتى يحكم الله بينكم وبينه. عجيب والله أمر أمرهم. بل ماذا قالوا؟ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. كفار. بدأ يوصي بعضهم بعض، يقول: أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ماذا قال ابن كثير في تفسير الآية؟ قال: امشوا يعني استمروا على دينكم ولا تجيبوا محمد لشيء. ده كفار قريش يوصي بعضهم بعضا بالثبات والاستمرار. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا رفض وهنالك وافق. لماذا رفض هنا؟ إن المساومة على مبدأ وعلى العقيدة وعلى الاعتقاد، وهنالك كان الأمر أمر بعيد عن الاعتقاد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هكذا:
وقالت قريش ما قالت. بعد هذه الواقعة بأيام قليلة مات أبو طالب. وبعد موت أبو طالب ثلاثة أيام على الراجح ماتت خديجة. وقيل القول الثاني أن خديجة ماتت بعد موت أبو طالب بثلاثة أشهر. والراجح زي ما أبو مبارك فوري رجحه يعني أن خديجة ماتت بعد موت أبو طالب بثلاثة أيام. فسمي هذا العام عام الحزن، عام الحزن. مات أبو طالب، ولما بدأ أبو طالب بدأ يحتضر بدأ النبي يقول: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ طيب لماذا فعلتم به وألقيتموه في الشعب؟ صح؟ ده أبو جهل أكثر واحد كان يغفر ذمة أبو طالب ويأذي رسول الله. لكن يبين لك حجم التعصب للأباء والأجداد. هذا يبين لك الحجم اللي كان موجود عند قريش. فأبا جهل يقول له: أترغب عن ملة أبائك وأجدادك؟ وأخذ يكلمه، والنبي يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لدعاة التكفير، دعاة التكفير منتشرين الآن يكفرون المجتمع، لأن المجتمع لم يقر بالولاية والنسك والحاكمية. يكفروهم بالشبهات، يكفروهم دعاة اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نفعته يوما من الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصابه. ويثبت عقد الإسلام عند أهل السنة بثلاثة أمور: بالنطق بالشهادتين، اللي ينطق الشهادتين مسلم، نطق بالشهادتين، أو الولادة لأحد الأبوين يولد لأب أو لأم مسلم، أو الصلاة على الراجح لو صلى فهو مسلم. فلا نستطيع إخراج رجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا ببينة. وهنا يقول العلماء: استيفاء شروط وانتفاء موانع، استيفاء شروط وانتفاء موانع. أو يأتي بخارق يخرق الإيمان. هذه قضية مهمة جدا يا شباب، قضية في غاية الأهمية. لأن نقل عن الشيخ المقدم، نقل يعني عنه، أن يقول إن هذا الجيل سوف يعاني الأمرين بسبب عدم دراسة قضية الإيمان والكفر، قضية الإيمان والكفر. وسبب الفتنة اليوم عدم وضوح قضية الإيمان والكفر وقضية الجهاد وقضية الأمر المعروف عن المنكر. الثلاث قضايا لما حدث فيها خلل، حدث الخلل الناتج عند الشباب. لا، قضية الإيمان. والإيمان حينما تقول إيمان يعني قول وعمل، والقول قولين والعمل عملين. قول القلب، قول القلب اللي هو التصديق، التصديق يسمى قول القلب. وقول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين. والعمل عملين: عمل القلب وهي أصل أعمال القلوب. وهذه الثلاثة فيها اتفاق بين أهل السنة والجماعة، اختلفوا في أعمال الجوارح، بين من يضم إلى الإيمان المباني الأربعة، وبين من يضم الصلاة على الراجح، وبين من يخرج أعمال الجوارح من أصل الإيمان وتأتي إما في الإيمان الواجب أو الإيمان المستحب حسب كلام أهل العلم في المسألة. فأصبح اليوم يسارع البعض في التكفير. من تكفره
سوف تسأل عنه لماذا كفرته. انت هتسأل لماذا كفرت فلان. هذه قضية مهمة جدا، ولعل يعني يأتي الوقت للكلام في التفصيل في هذه المسألة. أبو طالب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو طالب: قل لا إله إلا الله. وأبا جهل يقول له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فآخر كلمة قالها: بل على ملة عبد المطلب. شوف حجم البذل، بذل أبو طالب، وحجم التضحية من أجل الإسلام والعمل. وكان مصدق، كان مصدق أن دين النبي صح. صح، قال: وأعلم يا محمد أن دينك خير البرية، ولولا الملامة لأقررت بها عينك. لولا الناس، سبب من أسباب الانتكاسة، سبب من أسباب الضلال، لولا الناس. يا إخوة، إحنا مهمتنا في المجتمع البلاغ مش النتائج. والمهم عند المسلم إنك توافق ما أمر الله به، لا أن توافق أهواء الناس. فأبو طالب كان عرضة لضغط الواقع والإعلام، ضغط الواقع والناس ماذا ستقول عني. فدعك من الناس، فرضى الناس له مأمور وله مقدور، لكن المأمور والمقدور عليه بعد التوفيق أن تطلب رضا الرب سبحانه وتعالى. فمات عليها فهو في النار. يقول المبارك فوري: لكن بقي على ملة الأشياخ من أجداده فلم يفلح كل الفلاح. ففي الصحيحين عن العباس ابن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، ما أغنيت عن عمك أن كان يحوطك ويغضب لك. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا نوع من أنواع الشفاعة، شفاعة خاصة لرسول الله، لبعض الكفار، لأبا طالب يشفع له، من يكون في الدرك الأسفل ليرتفع بعض الدركات في النار. لأن الجنة دركات، النار دركات، والجنة درجات. هذه شفاعة لرسول الله في الكفر. لكن لا توجد شفاعة إخراج كافر لإسلام أو إخراج كافر من النار إلى الجنة، لا توجد شفاعة في كافر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. آيات صريحة واضحة. الشاهد أن أبا طالب في النار، فأخذ النبي يقول، النبي بعد موت أبا طالب قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. استغفر له ما لم أنهى. فنزلت الآيات: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله سبحانه وتعالى قول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعد موت أبا طالب ماتت خديجة، بعد الموت بثلاثة أيام. حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد على موت العم، فماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها بعد ثلاثة أيام، وكانت في سن الخامس. كان خديجة عندها 65 سنة، وكان النبي في سن 50. وخديجة نعمة من نعم الله رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي يحب خديجة ويجلها ويعرف لها قدرها وفضلها. أتت عجوز لرسول الله مرة فهش لها النبي وأعطاها وأكرمها،
فقالت عائشة، غارت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها، فقالت: ما لك فعلت لهذه العجوز كذا وكذا؟ قال: كانت تأتينا زمان خديجة. فقالت: عجوز شمطاء أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي وفاء: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي يذبح الشاه فيرسلها لصواحب خديجة. ولما دخلت عليه هالة بنت خويلد قام لها، وأخذ النبي يقول: اللهم هاله، اللهم هاله. ولما وقع أحد أزواج بناته في الأسر، فأرسلت إليه ابنته في بدر، أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم عقد لخديجة، فلما رآه هش صلى الله عليه وسلم وقال لهم: هلا تركتم لها زوجها؟ سبحان الله، قال هكذا وفاء لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. خديجة بنت خويلد السيدة الفاضلة المؤمنة الطاهرة النقية، ولو أن النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. والله خديجة كم كان لها من دور، وقد حزن النبي على خديجة حزن لا يندمل، حزن أصبح كان عميق في قلب رسول الله. وكان النبي يحب الوفاء، الوفاء كانت صفة يحبها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما قالت له عائشة مرة: عجوز أبدلك الله خيرا منها، فقال النبي: لا والله آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأشركتني في مالها حين حرمني الناس، ورزقني منها الولد وحرمني من غيرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حب عظيم رضي الله عنها وأرضاها. وقد بشرت خديجة بالجنة كما في الصحيح عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه أدم أو طعام أو شراب، في شك الراوية، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، من قصب يعني من فضة، رضي الله عنها وأرضاها. تراكمت الأحزان على قلب رسول الله واشتد الأمر، وبعد موت أبو طالب بدأ سفهاء قريش ينالون من رسول الله، فكان إذا ذهب للبيت لا يجد خديجة وكانت تواسيه. فدخل يوما صلى الله عليه وسلم بعدما تعرض له سفيه من سفهاء قريش، فنثر على رأس رسول الله التراب، ودخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم والتراب على رأسه، فقامت إحدى بنات النبي فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. وكان يقول: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فاجتمع الحزن على قلب رسول الله فسمي هذا العام عام الحزن. وفي هذه الأثناء نزلت سورة يوسف تسلية لرسول الله، تسلية لرسول الله. سورة يوسف نزلت بعد موت خديجة، والله سبحانه هذه رسالة لرسول الله يحكي له قصة نبيه لكي نعتبر بها، كأن الرب يقول للنبي: ولو وضعوك في البئر فأنت منتصر، ولو في السجن فأنت منتصر، ولو اتهموك وشككوا فيك فأنت منتصر. ثم قال الله في آخر السورة: قل هذه سبيلي
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يا إخوة، هكذا يكون السبيل. لابد من طعن، لابد من حزن، ولابد من تشكيك، ولابد من إرجاف. ولولا عقبات الطريق لشككنا. حتى شوف آخر سورة يوسف، الله سبحانه وتعالى يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي رواية وفي قراءة: وظنوا أنهم قد كذبوا. لما فسر ابن عباس الآية قال: كانوا بشر. فعام حزن، لكن العجيب والغريب رغم الحزن والأسى في قلب رسول الله على موت خديجة، إلا أن النبي لم يكف عن التفكير والعمل ومواصلة السير إلى الله. يعني رغم الألم، رغم الآلام والشدائد، عارف يعني موت خديجة؟ تعرف يعني موت خديجة؟ خديجة هذه السيدة الفاضلة لما نزل الوحي على رسول الله وعاد للبيت وهو يرجف يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. خديجة ماذا فعلت؟ هذه السيدة الفاضلة وضعت النبي في الفراش ووضعت عليه الغطاء وتركته حتى تكلم. لو أي امرأة ماذا تصنع؟ ماذا تصنع المرأة؟ تقول: ما دهاك، ما بك، صح؟ لكن تركته حتى سكن. وكان النبي أول من تكلم، خديجة لم تتكلم. فلما تكلم فقال: لقد خفت على نفسي يا خديجة. فقالت له أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: والله لا يخزيك الله أبدا. واضح أن خديجة تأثرت بورقة بن نوفل كثيرا، فكان إذا نزلت بها مصيبة أو إذا نزل بها أمر شديد قبل البعثة كانت تذهب إلى من؟ لورقة بن نوفل، المرجعية يعني، تذهب إليه. ولما حدث للنبي ما حدث أخذته وذهبت به لورقة وقالت: انظر ماذا يرى ابن أخيك. فقال له: ورقة، ماذا ترى؟ فحكى له، فقال: إن هذا الناموس الأكبر، يقصد جبريل الوحي، ويا ليتني جذعا حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. فخديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت تواسي بالمال رضي الله عنها وأرضاها. فموت خديجة كان شديد على رسول الله، وموت أبو طالب كان أيضا شديد، لا توجد حماية. من أجل ذلك الدعاء إلى الله، الدعاء إلى الله، كون إن الإنسان يجد من يحميه. يا إخوة، كان النبي حريص في مكة أن يدعو إلى الله في أمن وأمان، لأن بيئة الأمن والأمان يترعرع فيها الإيمان والعمل الصالح. فحينما ترى أشياخ هذه الدعوة يحافظون عن السلم الاجتماعي وعدم تكفير المجتمع حتى يتيسر للدعوة الحركة في المجتمع، ولكن لو أن أصبح في المجتمع العنف والتكفير والصد والعنف، عند ذلك من يجلس يسمع لك؟ فخديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكان موت خديجة موت شديد على رسول الله، وسمي هذا العام عام الحزن. وقريش في غيها وعنادها، والرسول يدعو إلى الله عز وجل. ففي هذه الأثناء بعد موت خديجة بفترة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسودة رضي الله عنها وأرضاها، تزوج بها، وكان زوجها قد مات وهو السكران ابن عمرو في الحبشة ومات هنالك. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكان عندها عيال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعاها. وهي بعد فترة أعطت نوبتها لعائشة، لعلم النبي، لعلمها أن النبي كان يحب عائشة، إلا أن النبي كان يعدل بين نسائه. بعد هذا الوضع بدأ صلى الله عليه وسلم يفكر في أرض جديدة، لأن قريش قد ازدادت في الشراسة، في القوة، في الضرب والتنكيل والسب والإذاء،
فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر بكل جدية أن يبحث على أرض جديدة، ففكر في الطائف وبدأ يتجه اتجاه أن يأخذ خطوات اتجاه الذهاب للطائف ودعوة أهل الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل. هذا ما سنتكلم فيه في المرة القادمة إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.